أهلا وسهلا. واليوم طبعاً سامحوني دايماً وزل من لا يخطئ إذا عم بحكي شيء مش عزوكم. اليوم بدي أحكي مينك أنت تتكرم مثلاً وديع الصافي. أنا بي كان طبيبه، كان قاعد على سطح هيك نروح لعنده كنا صغار. أي إنسان بيحب التكريم هو إنسان سخيف. مينك أنت تتكرمني؟ يعني أنت أفهم مني؟ الله حط السر بالإنسان بدك جائزة نوبل؟ كيف مات ألفريد نوبل؟ قالوا له قبط حقها. قال له أنا ما عملتها تتعمل أم بزرية وتأكل الناس. كيف نام ترومن وقت اللي قتل هالعالم؟ قال له انبسط، ليلتها كانت أحلى ليلة، معناته الأم بزرية نفعت. بعدنا لليوم تلوث موجود بهالكرة الأرضية. شوف كيف بتطلع جزيرة من هون وراحوا البرمودا والأطلانتس. إنه كرمتوها، ما عملتوا بمارلين مونرو لأنه هو كاثوليكي، هلأ عملتوا هيك شلت الواو حطيت الواو. شو هالتكريم؟ بمدرسة العرفان 40 يوم ما بتكذب، ما بياخدوا عرب أبدا، ما فينا الكذب من الحرجال عنا كلنا نسوان ورجال. بعدين 40 يوم ما بتجامل كيفك كيف صح، اشتقت لك بحبك كتير نورتي مصر يا ست الستات، فيني اتصور معيك؟ سخيف يكون بدك المجاملات، ناس قدامك ووراك وسيارات مفحمة ومشحمة لأنك سخيف. هيك عاشوا الأنبياء، هيك عاشوا الخلفاء، هيك عاش المسيح وبودا كريشنا رابعة. الحلاج، من الحلاج ما دعي الله عم بيموتوا من الجوع، بلشوا يوقعوا، قال لهم أدرى بحالي وأغنى عن سؤالي. محمد بدعاء الطائف حي قيوم، حي قيوم، ما بقى موجود محمد صار وجود، فات عدار النصارى ناطرينك. سلمان الفارسي قال له يا انت نبي يا انا غبي، قال له منعرف بعضنا اقعد هون. وين العدل؟ قال له مات عمر. كانوا يا امير المؤمنين، هلا المنافقين والكذابين والمجاملات، ولو كي بتقبلوا يعني بس يموت احترام الميت دفنه خلصنا. انا وعملي وصيه هون بلبنان وبامريكا. دغري من التراب الى التراب. يمكن بامه العرب بعدنا لازم يكون الرئيس ماروني وهديك سنه وهديك شيعي. جيبوا انسان، ما زال بعدنا على امنا الحنوني. وين السني وين الشيعي وين الكاثوليكي؟ مشان هيك شو عملنا موسى الصدر كمال جنبلاط؟ لو جبران هون قتلناه وهلا منتاجر فيه. كامل الصباح وكلهم انطون سعاده. فاذا هلا عن الناس معزله، الايد اللي ما فيك لها، انا لا بدي هالايد ولا ببوسها ولا بدي حدا. ما عندي حدا بلبنان هيك شي هيك، بس ما في حدا حد يعني تفيك اتهدى. مشان هيك بروح لعند بشار، بروح لعند كيلاني. وما فيني قلكن اغنى اغنياء هالعالم هو مصريات وضحت صرميتي. بيقول لي ميتشو معك حق، قلت له طيب ما هيدا ماله حرام، في واحد من اغنياء الامه العربيه هون برا مسيحي ومعه واحد تاني امريكاني مثله. قال لي ايه نقتلهم لهو، نعمل تلفزيون بيطلع من العراق، تلفزيون تاني بيطلع من هون، بدك حطي اسلام اللي بتعرفيه، بس هو العرب. نيتشي قلت له هيدا ميلون حرام هون. بالجيت منهم وهيداك كلهم. شوفوا كيف عم بيموتوا الاغنياء. كلها هوليوود سماي، سنينهم كلها لازم تكون عم تبرق ومبيضين وبيضحكوا. سكر لي هالتم. لازم تضلك تبتسم، تصور وانت عم تحكش من خارك كمان وتكله متصور معيك.
سألوا له الله أمتى بده يصير في سلام بالأمة العربية؟ قال له مش عيامه، ما في أمل إلا بالدمار الشامل، واللهم عجل. الكتب على الموقع بتشوفوا شو رح يصير لبنان، منه موجود بقى خلاص، هالقد نقطة الكرة الأرضية كلها بيبقى شوي قليل، كل أمريكا مطرح صغير هيك في شوية مي، المي كلها ملوثة، مين بده يسرق بترول أكثر؟ شلنا دم الأرض وعظام الأرض ومية الأرض، شو بدها تحملنا؟ بحرب ال 14 بالكفور وبلبنان مرة أكلت ابنها نطرته تيموت، مجاعة، الجرد اجت أخذت الأخضر واليابس. وهلا شو عم بيصير بلبنان؟ اجوا أهلنا من سوريا، شيلوا هالزيح بيننا وبين كل الكرة الأرضية، ما في خريطة. نحن حطينا الخريطة تنخربط، ومين بياخد شنطة أكثر من التاني تيصرف على الشنتين؟ الحمار بده سترينج، بس أنت بدك مليون سترينج. تشوف حالك يعني ما الحمار هالآن، أنت هالهوت دوغ يعني قبضاي. ديرتي أولد مان، كهل مجوي وصغيخ. هيدي مؤامرة كبيرة على الإنسان، بديت تزبو بلشوا يضربوا منها. نحن ما ضربوه عم نخيل، وكان فطيس من خيلك بس هيدي لازم تكون بتول بالمهبل البتولية. الوحيد اللي حكيها وانكح ومطابة، هيدا سر كبير، ما في عيب، ما في زنا، ما في خطية، كونوا صادقين وبس. ما تقري الفاتحة إذا كنت صادقة، كتب الزنا بكل حواسنا. وقت تكون عندك فهم وعلم خلاص عندك يقظة بهاللحظة، ما تسمع لحدا استفتي قلبك. كل واحد منا، نعم، أكثر من تلفزيون ممنوع تقولوا في الحقيقة. إذا مش كل التلفزيونات رح كون بالبيت أو عند كيلاني وقول الأشياء اللي حتى ميتشو قال لي ما تقوليهم. مش بس بيوقع الاقتصاد، بصير في خطر علينا. سو بتجوا لعندي على البيت ما بحكي، انتوا بتشوفوا بقى. You can catch it and nobody can teach it. ما حدا بيعلم الحقيقة، الحق لا يقال. بس التلفزيونات كلها سكروها. هالحضرة بتحضروها هلا أنا وعم بحكي بتشوفوها على الإنترنت. حطوا بيت الله دغري. وأنا ببعث لكم إياها بنفس اللحظة يلي عم تجاوب معهم بالصدقات وبالزكاة. لأن هيدي حضرة. منا كلام يعني. وما حدا عنده إياها بكل أمة العرب. قليل وقت اللي سألوهم للجزيرة مين أهم 100 شخص؟ مريم نور وحط 99. ما حدا كرم ماديا ولا معنويا، بس عرفوا انه هالمره عم تحكي حقيقه والناس هبت. شو عملنا؟ بعدنا منفوت من مطعم لمطعم، من صيدليه لصيدليه، مطرح ما بتهز الليه والعدليه ما فيها الا الليه، مثل ما انتم شايفين. فاذا هلا عن الناس معزله، بيت من عنكبوت كثير على اللي بيموت، وفوتوا لمطرح يلي بدها تكون فيه إن شاء الله ببيت بهالأمة العربية، يكون في بيت جامعة. ما في أبداً كل هالوساخة، هيدي الحضارة اللي عم بتشيل الحضارة. أينشتاين قال لهم إذا في حياة تاني بحب أرجع السنجري، وأنت قلت لي إياها سمير جعجع. شو عم تعمل؟ 11 سنة عم تقرأ أوشو بالحبس، شو عملت؟ سليمان فرنجية شو عملت؟ بتطلع رئيس جمهورية تحط ابنك وزير؟ انت اللي غفرت، جدك قتل، بيك انقتل، انت حطيت العدل. انه بتطلع رئيس جمهوريه شو بعد؟ بعد في شي جبال ما اخذتوها؟ شو اخذ معك على القبر؟ بسببنا اغتنيت، قال له منين اول مليون؟ ما بقول لك، بس ثاني مليون اجى من اول مليون. وقت اللي بتشتغل انت خادم، سواق، شو ما اشتغلت، موظف عند واحد غني، هالغني مدعوس من هيديك.
بيدعسك وانت بتدعس ايديك، بعدين بدك تكون اغنى منه. استغني عن الدنيا بتكون اغنى منه، بشوفك وبيستحي من حاله. وقت اللي اجوا يشوفوا الايسر الغني عند المسلمين، يا خي بدي الحاكم عندكم، هذا هو. قال له تحت الشجره هون. قال له حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر، كم اتعبت الخلفاء من بعدك يا ابو بكر. وقت لفيتوا من غار حراء الى غار الثور، غار غار مش غيرة نسوين، قال له دق اصبعي فيه وهج من نور. نعم نور يمشي بين الناس، خلقه القرآن، كلنا نور من نور، إله من إله، إلى حق من إلى حق. شو عم تعمل لآخرتك؟ كل يوم سأل حالك. فإذا ما حدا ينطر حدا يكرمك أبدا، كل واحد هو أعمالك اللي بتكرمك، أعمالك اللي سبقتك على القبر. يا ما في أحياء بالقبور وأموات بالقصور. نركض هلأ، صرنا كلنا بنعمل ماراثون. عم تمرطي شيء ولو ما كنت مت أنت، بعدك عم تعملي ماراثون نركض في سبيل لبنان. يا أختي خلي يموت لبنان كرمالي، مش أنا كرمال لبنان، جيبولي لبنان. ما في لبنان، في إنسان، في إنسان مات في سبيل الحقيقة. شو هالكذبة هاي؟ شو هالمجاملات؟ بعدنا منفتش مين قتل الحريري، انتو انا اللي قتلناه، كلنا. مين قتل كندي؟ كلنا، كلنا اللي قتلنا من الصرصور للفرفور، كلنا مشتركين مثل المسبحة، خيط ray of light. إنما الأعمال بالنيات. نرجع نزرع نور بهالأرض. وقت منقول السلام عليكم مش من شفافنا، وقت بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودي سبع أسرار كبيرة، بس لا يتعدى اللسان والأذان. حاجة نكذب كل واحد منا اللي عم يجي وبيسب بنوع خاص برجال الدين. يا أخدي أكتر شي مظلومين هن رجال الدين. علماءكم شر علماء منكم، تخرج الفتنة وإليكم تعود، مساجدكم عامرة في البنيان. تعرفوا هالفتاوى اللي عم بتصير؟ وقالوا له لازم تكون بتول. كيف بده يكون بتول؟ بيكبوت مرة اثنين ثلاثة أربعة. خبرتكم نحن بالحي الأرمن كلهم طبيب درس بروسيا، هو جا عند أخته، غياب أخته تجوزت وخلفت عندها بنت صبية، وهذا خالة يعني تطلع من الحمام تتمشى بالبيت أو شيء أو هيك. بيي وعمي وكلهم بدهم يقتلوه، قال لهم لأبونا هيدي علي خصي، جوزوه واختفى. عرفوا يلعبوا اللعبة، ما تقتلوه زلمة كمان هو كبت، وأخته إنه هذا طبيب ويلا. بس افتحوا باب العلم، أبدان وأديان. هيدا العلم يلي منه موجود وممنوع بالمدارس بنوع خاص للعرب، لأنه بيخلفوا كتير. يا خي حطوا بيرث كنترول للعرب لهالسبب. هلا كتير في ليزبيان وجاي بيستحوا من حالهم، لا ما تستحوا، ما حدا يخجل من أي علة اللي فيك. أنت عملت علة، هي منا علة، بس لازم نفهم. I want to understand. يكون عندنا ذكاء intelligence. وأنت السائل وأنت المسؤول، أنت الحبس وأنت المحبوس. وإذا صدق السائل هلك المسؤول. خلاص شو يعني هلك؟ بالهلاك تنزل على جهنم أو على المطار، بتدوب نقطة بالموجة والموجة بالمحيط، المحيط بيجي لعندك. خطوتين عاص على الاستكبار وعلى الجهل، خلص من جهنم لجنة. بدون خير جليس الكتاب ما فيني أبدا بقرأ وبسكر. كل واحد منكم يعرف شو بده يعمل.
نعم الهجرة من وطن المعصية إلى وطن الطاعة. بلبنان ما عندنا جماعة أبدا، حبل صلة الرحمن، حبل الله، التوحيد مع الوجود منه موجود. واعتصموا بحبل الله. رح أقراها وأنتوا أحلى مني بتفهموها. إن لم يكن ديني إلى ديني هداني، لقد كنت قبلا منكرا كل صاحب، فمرعا لغزلاني ودير لرهباني، وقد صار قلبي. ما بعرف أنتوا بتقروا أحلى مني. إن لم يكن ديني إلى ديني هداني، فمرعا لغزلان ودير لرهبان، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب الذي توجهت ركائبه، مدر شوف الحب ديني وإيماني. In it, love is the only way. الحب وجهه وقفة بيصير غضب، الحب بيتحول إلى محبة، والمحبة بتتحول إلى رحمة، ورحمتك وسعت كل شيء. كل أهل الذكر، كل أهل الصوفيين، هودي القليل الصادقين، هو مكابل كل الديانات، ما كان في فرق مسلم مسيحي يهودي بودي، إنسان وبس، ما كان في فرق. نعم، في واحد عطى سلة أكل، بس هالأكل هيك عتيق مدري شو لشحات كود كول. بيقوم هالشحات بياخد هالسلة الأكل، بيروح بيعبيها هيك زهور حلوة وبيجيبها. قال له أنا أعطيتك زبالة وأنت أعطيتني. قال له الإناء ينضح بما فيه، أنا أعطيتك اللي بقلبي وأنت أعطيتني اللي بقلبك. سو ما نرمي نفاياتنا إنه هيدا. رح أحكيها طائفية، في نفايات حدنا عم بيفتش واحد، قلت له تيتا شو اسمك؟ قال لي توني. تتلاقي واحد اسمه توني عم بياكل من الزبالة، خلتني اتوقف شوي. وني الماما؟ رحت شفتها، قلت لها بدبر لك شغل بشي بيت. قالت لي انا من سوريا جاية، وبنت عم تشتغل، وهلا مع ايدز. طيب لمين الحق؟ علينا كلنا. وين الخورة يعني؟ وين الكنيسة؟ شو عم نعمل؟ من 2000 سنة كم حرب اسم الصليبية والصليب، كم حرب اسم الجهاد الأكبر. الإيدز عم ينتشر هلأ جيناتيكلي، عم يخلقوا فيه عندهم إيدز، عرفوا كيف يركبوها مثل ما الأكل. شوفوا هالتفاحتين، هاي مثل هاي، هاي استوت على أمها، هادي طفنيها فجة. إذا بتشوفوا هالسر ليش قالوا ممنوع تاكلوا تفاح؟ بالمسيحية بيمنعونا إنه شجرة التفاح محرمة. يا خي ليش خلقها الله؟ الله حرمها. بني جهل بيحرموا بيحللوا كل شيء مكبوت. نعم مفلوت، ممنوع متبوع، لأنه بس قصة. It looks like vagina. ممنوع بس تحبل مرتك، خلص لازم تحبلها، وبيكون هو جوزها هيك فوقك عم تقول أمتى بدي أطرش السقف. بيرفيق أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، خل الشهر العسل. نقبري ما شفتي ولي قدامي كشفي أول يوم، يا حبيبتي يا تقبريني. هيدا الكبت، هي اللي وصلنا لهون. كل واحد منا انتبهوا. أبدا قال له ما رح يكون في سلام بالأمة العربية. حتى قال الله، قال له مش عيامي يعني، هذه مش شغلتهم. ليس كل من يطلق عليه اسم رجال هو رجال، فكل واحد إذا الطير بين الدجاجة والنسر، هيدا بيكون دجاجة يعني. هو كل واحد بتقله طير، النسر طير والدجاجة طير. نعم، شجرة وحدة بتعمل مليون عود كبريت، وعود كبريت واحد بيحرق مليون شجرة. ما تخلي إذا في شيء أمر سلبي
ياخد كل الإيجابيات اللي عندك. محطاتنا كلها يعني أنا بفقس عن جارتي هيك تفه مشان هيك حديثكم سرسرة مثل هالبرامج كلها. بيير الظاهر عندي أمل فيك، أنت شفت إشارة مرة كنت بمطار كيف تعمل هيك برامج؟ بس إنه تجيبوا دعايات ومصاري ولو بطلبها منك. الوليد بن ضلال بن طلال شو عمل بيك؟ بس وبيك أنت يا عبد الله جدك شو عمل بيه للملك حسين؟ حسين الهاشمي ما حدا ملك وما حدا جلالة، نحن الحمار منحط له جلال ما منقله جلالة الحمار، وأفهم مني ومنك. بس اليوم الإنسان قد منه مكبوت كل همه كيف بده يكون قبضاي، يعني ما بتعرفوا وقت اللي إجا الأسد يعني ملك الحيوانات وبده يعملها بالحمار، دهن فازلين وفات بالحمار، إجا الحمار دهن فازلين ونعنع، قال له طيب فازلين فهمت ليش عم تدهن نعنع؟ قال له النعنع منيح لزلعيمك. الحمار هالقد وانت قبضاي لأنه هالقد. حضروا كلكم فلات لاينر وبتشوفوا شو رح يصير فيكم. كل اللي عم تحكوا اليوم بالرجيم دخيلكم كلمة رجيم ورجيم. قال له عملت رجيم شهر خسرت 30 يوم من حياتي. هلا كيريان هيدا واحد أرمني روسي حكي بهالعلم، بس هلا عملوا مكنة وموجودة وفيكم كلكم تجيبوها سينكرو. هو عم بيموت بتصوروه بتشوفوا شو النور بطاقة اللي عم بيموت، لازم يكونوا أخضر يعني بتشوفوا مثل الرينبوز مثل قوس القدح. فيكم إنسان هو عم بيموت بيجيبوا خوري تيمشح مشح مسحة المسيح، ولكن ما في يعملها إلا بأعماله. ما حدا بياخدك على الجنة إلا أعمالك، انتبه. 72 ملي بالنار. بدك تكون من أمة محمد، كل من حمد الله إيمانا واحتسابا هو محمد، مش محمد ابن عبد الله. ما أنا إلا بشر مثلكم. أتممت عليكم دينكم. استودعكم ورا عند اخوته شهداء احد ما ظلمون، قال لهم جبل يحبنا ونحبه. تاني معركه خيبر بعتوا وحده لعلي تو ما يظلم حدا، قال له بخاف اقتلك لغضبي. فاذا كل عمل بتعمله لنفسك مش لحدا، وبشكرك انك قبلت، بشكرك انك قبلت. ما تندموا كل الاعمال الخير اللي عملتوها. ما بفتكر حدا انظلم مثلي لما رجعت على الأمة العربية. بكل بلد وقتها دعيوني روح واجي واحكي، وهون الرهبات والشيخ والخوري والأبونا. هالمرة خطرة 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 إذا حكيت نهار الجمعة ما في حدا بالكنيسة. هالقد مسيحك ضعيف؟ شو عم يعمل هلأ الفاتيكان؟ أي سيارة بيسوق؟ يمكن هذا بس مظهر. فرجونا صور المطران أي سيارة والفاتيكان البطرك أي سيارة، بس يمكن هيدي بس لا يتعدى اللسان والأذان. مظاهر ما بدي مظاهر، بدي الظاهر. من سمائهم تعرفونه. لحوي ده واحد صرصور هون خبرتكم مرة دعست صرصور وكان رئيس الجمهورية عم يتعشى عنا جمهورية أمريكا. ما حدا ساعدني طبخت وحدي هني قالوا عملوا شانت لأنه دعست صرصور. قلت له أنت رئيس جمهورية بتعمل هيك يا أوباما وبتشيل كل الأمة العربية. قالوا له للصرصور تاني مرة تعا فيل. فإذا كل واحد منا يقدر يشوف، نعم المكنة اسمها EPC Method Mind Over Matter can change the world. إنما الأعمال وبالنيات قد ما فينا نقوي النوايا.
والنية هي حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا إنسان. Thank you.